قام وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بزيارة إلى الخطوط الأمامية لجبهة حويشان بالمنطقة العسكرية السادسة في محافظة الجوف. وفي الزيارة التي رافقهما فيها مستشار وزير الدفاع اللواء راشد عتيق وقائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء عمر سقاف، اطلع الإرياني على أحوال المقاتلين في الجبهة مشيدا بالملاحم التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتحرير العديد من المواقع من قبضة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وأكد الإرياني أن الجيش سيحقق لليمنيين نصرهم الكبير على مخلفات الكهنوت الإمامي العنصري ويستعيد الدولة ويرفع عن كاهل أبناء الشعب جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية. بدوره أوضح رئيس هيئة الأركان أن الجيش الوطني على كامل الجاهزية للقيام بالمسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتقه في تخليص اليمن من الشرذمة العنصرية، وأن العمليات العسكرية ضد الميليشيات التابعة لإيران تسير وفقاً للخطط المرسومة، وأن قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية تحقق تقدمات متتالية في مختلف الجبهات والميادين. بسم الله الرحمن الرحيم. من جبهات العز والبطولة والشرف، وبناء على التوجيهات الكريمة لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي لزيارة الجبهات والاطلاع على أحوال المقاتلين الأبطال في الجبهات، وبرفقة معالي الفريق البطل صغير عزيز رئيس هيئة الأركان العامة، وفي اتجاهنا إلى محافظة الجوف لزيارة أحد الجبهات، نستمع إلى كلمة لمعالي الفريق. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولاً مرحباً معالي الوزير، مرحباً بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار الركن عبد الرب منصور هادي. نشكره كثيراً لاهتمامه الجيش الوطني ومتابعته لعملياته العسكرية. نحن اليوم سنزور ثكنات وبواقع الأبطال من المنطقة العسكرية السادسة في محافظة الجوف، فأهلا وسهلا. يجب أن يفهم ويعلم الجميع بأننا إن بإذن الله تعالى قادمون على نصر مؤكد من أجل اليمن، من أجل أمنها واستقرارها. الجيش الوطني يعمل ليل نهار من أجل تحقيق النجاحات والنصر والقضاء على هذه الميليشيات الكهنوتية الحوثية المدعومة من إيران. النصر قريب بإذن الله تعالى، وهذا وعد، وإن شاء الله لن نخلف الميعاد، يثق الجميع في ذلك. وشكرا. شكرا لك معالي الفريق. وبهذه المناسبة أيضا نتقدم لأهلنا وأشقائنا الكرام بالمملكة العربية السعودية على مواقفهم البطولية والمشرفة تجاه أخوانهم في اليمن ودعمهم للجيش الوطني، ونسأل الله التوفيق.